السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم كل متابعين قناة وعد الخير. إن شاء الله النهاردة شرح إزاي طريقة إخفاء عدد الأصدقاء عندك في صفحتك على الفيسبوك، أو إزاي تظهر الأصدقاء على الصفحة بتاعتك. هندخل على طول على الفيسبوك. أول ما تفتح معانا الصفحة بتاعتنا الرئيسية، هنا في 3 شرط على الشمال فوق جنب علامة الإشعارات، بنضغط عليهم وبعدين بتظهر هنا معانا القائمة دي. بنختار هنا، بننزل تحت بنختار هنا الإعدادات والخصوصية، بنضغط هنا على الإعدادات والخصوصية بتظهر معانا القائمة دي. بنختار منها كلمة اختصارات الخصوصية وبنضغط على اختصارات الخصوصية، بتفتح برضو معانا القائمة دي. هننزل هنا تحت، بيقول لي هنا في تحت هنا عرض المزيد من إعدادات الخصوصية، بضغط على عرض المزيد من إعدادات الخصوصية، وهنا برضو بيجيب لي هنا بيقول لي أساسيات الخصوصية، كل شيء هنا يخص الخصوصية. هنا بيقول لك هنا من الذي يمكنه الاطلاع على قائمة أصدقائك، بيقول لك هنا يرجو العلم أن أصدقائك يستطيعون التحكم في من يمكنه رؤية صداقتهم على يومياتهم، وإذا كان بإمكان الأشخاص رؤية صداقتك على يوميات أخرى فسيتمكنون من رؤيتها في آخر الأخبار ونتائج البحث وأماكن أخرى على فيسبوك. وفي حال تعيين هذا الإعداد إلى أنا فقط، لن يتمكن أي شخص غيرك من الاطلاع على قائمة الأصدقاء الكاملة على يومياتك، وسيرى الأصدقاء الآخرون المشتركين فقط أنا فقط. يعني إيه؟ يعني هنا هضغط عليها وهنا هيدخلني، هنا بيقول لي هنا أول خيار كلمة العامة، أي شخص على فيسبوك أو خارجه. إذا ضغطت أنا هنا على كلمة العامة كده بتدي عليها علامة صح باللون الأزرق، وهنا أي شخص داخل عندي صديق أو مش عندي صديق ممكن يشوف اليوميات بتاعتي ويشوف الأصدقاء اللي هم عندي. ثاني خيار اللي هو الأصدقاء، أصدقائك على فيسبوك، إذا أنت ضغطت هنا عليه برضو بتكون حواليها علامة صح باللون الأزرق، وهنا أصدقائك هم كمان يقدروا يشوفوا مين اللي أصدقاء عندك، يعني كل الأصدقاء أي حد من الأصدقاء يدخل يشوف عندك باقي الأصدقاء. وهنا بيقول لي ثالث خيار، هنا بيقول لي الأصدقاء باستثناء، وهنا أنت لو ضغطت عليها بتستثني ناس مش عايزهم يعرفوا مين أصدقاء عندك، يعني مثلا هنا أي حد هنا عليه تضغط هنا عليه تحط علامة حمراء كده عليه، الأصدقاء دول ما يقدروش يشوفوا مين صديق عندك. طبعا أنا عشان كنت بصور فأنا عامل الكلام ده، انا اي شخص عايزه ما يشوفش الاصدقاء اللي عندي بضغط هنا عليها، بيجي عليها علامة حمراء وعليها شرطة كده علامة الناقص، وكده اي حد بحط عليه العلامة الحمراء انا دي ما يشوفش الاصدقاء عندي، كده انا بستثني بعض الاصدقاء ما يشوفوش مين صديق عندي لو انا عايز يعني اعمل كده. وهنا في كلمة عرض المزيد بضغط عليها، وهنا بيقول لي اصدقاء محددون، يعني انا الاصدقاء محددهم مثلا. وهنا اخر خيار من تحت انا فقط، وانا فقط دي اذا ضغطت عليها بيجي عليها برضو نفس العلامة الزرقاء علامة صح باللون الازرق، وانا فقط دي معناها ما فيش حد يقدر يشوف الاصدقاء اللي عندك، اي حد هيدخل على صفحتك على الفيسبوك مش هيشوف اي اصدقاء، الاصدقاء مختفيين تماما. اذا انت اخترت اخر خيار من تحت انا فقط، انت فقط اللي تقدر تخش على صفحتك وتعرف مين صديق عندك، لكن الاصدقاء التانيين هيدخلوا على صفحتك على فيسبوك ما يشوفوش الاصدقاء عندك، حتى لو هم اصدقاء عندك ما عندهمش امكانية يشوفوا الاصدقاء اللي عندك، يشوفوا بس يومياتك لكن ما يشوفوش مين الاصدقاء عندك. وبكده طريقة اخفاء الاصدقاء او اظهارهم، لو انا عايز اظهرهم بخليها للعام اول واحدة من فوق، اي شخص هيدخل يشوف عندي، او اخلي الاصدقاء بس هم الاصدقاء اللي عندي هم اللي يقدروا يشوفوا اصدقائي، او الاصدقاء باستثناء، ودي زي ما وريتكم بستثني ناس ما يشوفوش الاصدقاء عندي.
وأنا فقط هي دي اللي آخر حاجة اللي محدش يشوف أصدقائك على صفحتك في الفيسبوك. يا رب يكون الشرح سهل، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.